راجل بيحلم بالحصول على جسم متناسق ومفتول العضلات علشان يتباهى بيه قدام أصدقائه وزملائه، فبيبدأ يروح لصالة الألعاب الرياضية ويمارس التمارين اللي بتساعده في الحصول على الشكل اللي بيحلم بيه، طبعاً مع اتباع نظام غذائي بيساعده على تحقيق حلمه. لكن كل ده ممكن يتحقق من خلال ارتداء بدلة العضلات. في الفترة الأخيرة عرضت بعض المواقع الإلكترونية الصينية بدلة عضلات بتشبه جسم الإنسان ولونها مطابق للون بشرة الراجل الصيني، لدرجة إنها بتظهر وكأنها جسمه الحقيقي. وأشار الموقع إلى أن البدلة سعرها بيزيد عن 100 دولار. وذكرت مواقع التسوق الإلكترونية إن بدلة العضلات الجديدة مصنوعة من السيليكون من شركة سميتزن المتخصصة في صناعة أقنعة السيليكون علشان تبقى زي جلد الإنسان، وعلى عكس بدلات العضلات المصنوعة من البوليستر اللي بيتم ارتدائها في عيد الهالوين، فبدلة العضلات الجديدة اللي طرحتها شركة سميتزن مصنوعة من السيليكون الطبيعي بنسبة 100%. والبدلة كمان بتيجي بأشكال مختلفة زي قوالب علوية بمنطقة الصدر أو سفلية بمنطقة البطن أو بدلة للجسم كله. ومن ناحية تانية طرحت بعض المواقع بدلة العضلات الخاصة بالجزء العلوي من الجسم بسعر 200 دولار والمعروفة باسم بدلة تحسين الصدر التنكري. بدلة العضلات الجديدة طبعاً أثارت إعجاب كتير من الرجال اللي لقوا إن هي فرصة للظهور بشكل مناسب قدام الآخرين من غير ما يضطروا إن هم يروحوا لصالة الألعاب الرياضية ويمارسوا التمارين القاسية، لكنها في الحقيقة مش هتحارب السمنة أو هتخفض دهون البطن اللي بيعاني منها البعض، علشان كده بتعتبر البدلة هي حل مؤقت لمشكلة السمنة.